أبنائنا الطلبة، عدنا إليكم مجددا في درس قوائم التكاليف للتطبيق على قائمة التكاليف الإجمالية. ونبدأ بالمثال الأول عن قائمة التكاليف الإجمالية. فيما يلي: بعض الأرصدة المستخرجة من ميزان المراجعة لشركة جمال الصناعية بتاريخ 31/12/2000. المواد الأولية: أول مدة 50,000 قدرت، آخر المدة 40,000. المشتريات للمواد الأولية 140,000، نقل المشتريات 12,000، الرسوم الجمركية 15,000، الأجور المباشرة 32,000، إنتاج تحت التشغيل أول المدة 35,000 قدرت عند الجرد بمبلغ 28,000، عمولة وكلاء شراء 7,000، مصاريف مباشرة 20,000، مواد غير مباشرة 10,000، أجور نقل للخارج أي أجور نقل مبيعات 4,000 ليرة، تدفئة ونور ومياه المصنع 2,000 ليرة. إذن هون تم تحديد إنه هذا المبلغ يخص المصنع مباشرة. في حال لم يذكر المصنع فهو يخص المصاريف الإدارية والمالية. بضاعة تامة الصنع أول المدة 80,000 قدرت عند الجرد بمبلغ 45,000، رواتب وأجور إدارية إذن أي تخص المصاريف الإدارية والمالية بمبلغ 30,000، القرطاسية والمطبوعات 10,000، تأمين على المصنع 2,000، بريد وبرق وهاتف 8,000، هناك مبلغ 1,500 مستحق لم يدفع بعد، إذن المستحقات تضاف. الأثاث 18,000 يستهلك بنسبة 5%، دعاية وإعلام مبلغه 3,000 مدفوع مقدما مبلغ 1,000 ليرة. المقدمات تطرح أي أنه كان يتوجب دفع فقط مبلغ 2,000 ليرة لما يخص هذا العام. عمولة وكلاء البيع 5,000، رسوم التصدير 4,000، والمبيعات 35,000 ليرة سورية. المطلوب إعداد قائمة التكاليف الإجمالية مبينا فيها كافة أثمان التكلفة وصافي الربح أو الخسارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12. إذن المطلوب في هذا المثال هو إعداد قائمة التكاليف الإجمالية ومبينا فيها أثمان التكلفة وإظهار نتيجة العمل سواء صافي ربح أو صافي خسارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12 لعام 2000. تحدثنا مسبقا أن القائمة الإجمالية هي عملية دمج للقوائم الثلاثة مع وجود بعض الفروقات الصغيرة. إذن نبدأ بإعداد قائمة التكاليف الإجمالية، والبداية تكون كما كنا نعدها مسبقا في قائمة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج. إذن نبدأ بالمواد الأولية أول المدة 50,000، المشتريات 140,000، لا يوجد مردودات، لا يوجد حسم مكتسب، إذن المشتريات تتحول لصافي مشتريات بمبلغ 140,000. مصاريف الشراء التي وردت في هذا المثال: نقل المشتريات 12,000، الرسوم الجمركية 15,000، عمولة وكلاء الشراء 7,000، ومجموع مصاريف الشراء 34,000. يضاف هذا المبلغ إلى صافي المشتريات ليحصل على رقم 174,000، ويمثل صافي تكلفة المشتريات للمواد الأولية. نعيد ونجمع المواد الأولية أول المدة مع تكلفة المشتريات لهذا العام: 50,000 مع 174,000، الناتج 224,000، وهو تكلفة المواد المتاحة للإنتاج أو للاستخدام. يطرح منها المواد الأولية المتبقية في نهاية العام، المواد الأولية آخر المدة وبلغ رصيدها 40,000، والناتج 184,000، يمثل المواد المباشرة أو المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج. نلاحظ أن القائمة الأولى قائمة المواد الأولية كانت تنتهي عند هذا الثمن.
بما أنه نعد قائمة التكاليف الإجمالية سنتابع ضمن قائمة واحدة. إذن وصلنا إلى المواد المباشرة اللي هي 184,000، يضاف مباشرة الأجور الصناعية المباشرة اللي هي أجور عمال الإنتاج زائد المصاريف الصناعية المباشرة. كان عندنا مواد أولية مباشرة 184,000، الأجور الصناعية 32,000، والمصاريف الصناعية 20,000، المجموع 236,000، ويمثل ثمن التكلفة المباشرة للإنتاج. ننتقل إلى المصاريف التي تخص المصنع والتي نعبر عنها بالتكاليف الصناعية غير المباشرة. المواد غير المباشرة 10,000، يتم إدراج المواد غير المباشرة ضمن التكاليف الصناعية غير المباشرة. كذلك الأجور غير المباشرة إذا وردت في نص المسألة تدرج في هذه القائمة ضمن التكاليف الصناعية غير المباشرة. تأمين على المصنع 2,000 ليرة، تدفئة ونور ومياه للمصنع 2,000، مجموع التكاليف الصناعية غير المباشرة يبلغ 14,000. نأخذ البضاعة تحت الصنع أول المدة والبضاعة تحت الصنع آخر المدة. بلغ رصيد البضاعة تحت الصنع أول مدة 35 يضاف، وآخر المدة 28 يطرح. إذن التغير في المخزون لبضاعة تحت الصنع في بداية المدة 35، في نهاية المدة 28، إذن التغير موجب بمبلغ 7,000. إذن سنأخذ الآن ثمن التكلفة المباشرة اللي هو 236,000 زائد التغير في المخزون 7,000، أو يمكن أن نأخذ ثمن التكلفة المباشرة زائد بضاعة تحت الصنع أول مدة ونطرح بضاعة تحت الصنع آخر المدة. فهذه الخطوة مماثلة للتغير في مخزون إنتاج تحت الصنع. إذن نأخذ ثمن التكلفة المباشرة زائد مجموع التكاليف الصناعية غير المباشرة زائد التغير في مخزون إنتاج تحت الصنع واللي هو 7,000، والناتج 257,000، وهذا ما يعبر عن ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المصنعة أو ثمن تكلفة الإنتاج. مباشرة نضيف التغير في مخزن أو في مخزون البضاعة تامة الصنع. إذن نضيف بضاعة تامة الصنع أول المدة اللي هي 80,000، ونطرح البضاعة التامة الصنع آخر المدة وهي 45,000، والتغير هو عبارة عن 35,000. إذن 257,000 زائد 35,000 أو 257,000 زائد 80 ناقص 45، سنحصل على 292,000، وهو ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المباعة. ننتقل مباشرة إلى مجموعة التكاليف التي تخص عمليات البيع والتسويق والتوزيع. ورد مبلغ الدعاية والإعلام في ميزان المراجعة 3,000، ولكن في المعلومات الجردية أخبرنا أنه هناك 1,000 ليرة مدفوعة مسبقا. إذن المدفوعات المقدمة تطرح، إذن ما يخص الفترة هو فقط 2,000 ليرة سورية. عمولة البيع، عمولة وكلاء البيع هن 5,000 ليرة، رسوم التصدير 4,000 نتابع. هناك أجور نقل مبيعات اللي هي نقل للخارج 4,000، إذا لدينا 4 بنود اللي هي مصاريف الدعاية 2,000، عمولة وكلاء البيع 5، رسوم التصدير 4، وأجور نقل المبيعات 4، والمجموع لهذه الكتلة 15,000، ونعبر عنه بمجموع التكاليف البيعية والتسويقية. نقوم بجمع آخر ثمن كان لدينا وهو ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المباعة 292,000، يضاف إليه مجموع تكاليف البيع والتسويق وهي 15,000، والناتج 307,000، نسميه ثمن تكلفة المبيعات. الآن ننتقل إلى كتلة المصاريف أو التكاليف الإدارية والمالية، وتتضمن رواتب وأجور الإدارة بمبلغ 30,000، بريد وهاتف وردت في الميزان 8,000، وأعلمنا أنه هناك 1,500 مستحقة غير مدفوعة،
إذا المستحقات تضاف، ورد في الميزان 8 وفي المعلومة الجردية هناك مبلغ 1500 مستحق، إذا نجمع المصروفين معا وندرج في القائمة 9500. القرطاسية والمطبوعات المستخدمة خلال العام 10000، القرطاسية إذا لم يذكر التوزيع فهي تخص التكاليف الإدارية والمالية. استهلاك الأساس، قيمة الأساس 18000 يستهلك بواقع أو بمعدل 5%، فقيمة الاستهلاك 900 ليرة سورية. مجموع التكاليف الإدارية والمالية 30000، 9500 و10900، الناتج 50400. يضاف هذا الرقم إلى الثمن السابق، إذا لدينا تكلفة المبيعات 307000 و مجموع التكاليف الإدارية والمالية 50400، المجموع 357400، ونعبر عنه بثمن جديد اسمه ثمن التكلفة الكلية. المبيعات وردت في الميزان بمبلغ 350000 ليرة سورية. الآن يجب المقارنة بين صافي المبيعات وثمن التكلفة الكلية. في قائمة الدخل المبيعات كانت ترد في الأعلى صافي المبيعات، وثمن تكلفة المبيعات في الأسفل. في القائمة الإجمالية الآية معكوسة، حيث نجد ثمن التكلفة الكلية في الأعلى وصافي المبيعات في الأسفل. لذلك يجب الانتباه إلى أنه إذا كان صافي المبيعات أكبر من ثمن التكلفة الكلية فالنتيجة صافي ربح. أما إذا كان صافي المبيعات كما في مثالنا، نلاحظ أن صافي المبيعات أي ما قامت ببيعه الشركة وما تحقق للشركة 350000، في حين أن تكلفة هذه البضاعة المباعة هو 357400، فالنتيجة هي صافي خسارة. إذا يجب الانتباه في القائمة التكاليف الإجمالية لعدة نقاط، هي على الشكل التالي: المبيعات ترد في نهاية القائمة، في حين أنها كانت ترد في بداية قائمة الدخل. 2. نلاحظ أنه في قائمة التكاليف الإجمالية نحصل على النتيجة النهائية مباشرة من صافي ربح أو صافي خسارة، فلم يظهر معنا خلال القائمة كاملة مجمل ربح أو مجمل خسارة كما كان يظهر في قائمة الدخل. كذلك يظهر معنا ثمن في البداية لم يظهر في قائمة المواد الأولية، وهي تكلفة المواد المتاحة للإنتاج. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا التمرين. أبناءنا الطلبة، أتمنى لكم كل التوفيق ووقتا ممتعا ومفيدا. انتظرونا بعد الفاصل في تطبيق آخر على قوائم التكاليف الإجمالية.